الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. مشروع تعميم المعرفة يقدم هذا الدرس في حقل الاقتصاد الرياضي تحت عنوان منظومات المعادلات الآنية Simultaneous Equation System. أرجو أن يكون فيه الفائدة القصوى لكافة أحبتنا الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كانوا، وعلى بركة الله نبدأ. منظومة المعادلات الآنية Simultaneous Equation System هي منظومة أو منظومات نحتاج في بعض التطبيقات الرياضيات والاقتصادية إلى التعامل مع منظومة من المعادلات الآنية. وكي نتمكن من إيجاد الحلول التي تحقق وجودها، لابد من توافر معلومات كافية في المنظومة بحيث تفضي إلى وجود حلول فريدة من نوعها أو ما يسمى Unique Solution. سأقدم بإذن الله تعالى في هذا المقطع موضوع منظومات من معادلتين آنيتين فقط، Two Simultaneous Equation، وأترك المنظومات الأعلى، هاي اللي هي الثلاثة فما أعلى، إلى مقطع لاحق بإذن الله تعالى. قد نواجه في التطبيقات العملية إحدى الحالات الآتية. إما الحالة هذه يمكن للخطين المستقيمين اللذين يمثلان المعادلتين الآنيتين أن يطبقا أو ينطبقا على بعضيهما، وهي حالة تسمى حالة الاعتماد dependence أو dependency، بمعنى آخر بأن المعادلتين تعتمدان على بعضهما بعضا. الحالة الثانية يمكن للخطين المستقيمين اللذين يمثلان المعادلتين الآنيتين أن يتقاطعا عند نقطة واحدة intersect أو intersection نسميها. الحالة الثالثة يمكن للخطين المستقيمين اللذين يمثلان معادلتين الآنيتين أن يتوازيا parallel. وأخيرا يمكن للخطين المستقيمين اللذين يمثلان المعادلتين الآنيتين أن يتعامدا perpendicular. سنقدم كل واحدة من هذه الحالات لوحدها وبمثال مشفوعة بمثال طبعا إن شاء الله. الحالات الممكنة كما ذكرت، نبدأ بالحالة الأولى، يمكن للخطين المستقيمين اللذين يمثلان المعادلتين الآنيتين أن ينطبقا على بعضهما. تكون المعادلتان في هذه الحالة معتمدتين dependent على بعضهما بعضا أو تابعتين لبعضهما. ومثال على ذلك، لنفترض وجود المنظومة الآنية الآتية، هذه 12x 12x سالب 6y تساوي 24، 12x ناقص 6y تساوي 24، هذه المعادلة الأولى من المنظومة. المعادلة الثانية 2y تساوي 4x ناقص 8، 2y equals 4x minus 8، هذه المعادلة الثانية من المنظومة. هذه منظومة آنية تتكون من معادلتين خطيتين. عند تدقيق النظر في المعادلتين الأولى والثانية نجد أنهما معادلة واحدة. كيف؟ فمن المعادلة الأولى 12x ناقص 6y تساوي 24، المعادلة الأولى، نجد بقسمة طرفيها على 6 نحصل على 2x ناقص، هذه لو قسمناها على 6 نحصل على 2x سالب y تساوي 4. فعلا هنا قسم على 6 بطلع عندي 2x، قسم على 6 بطلع عندي سالب y، هنا قسم على 6 بطلع 4، وبالتالي 2x سالب y أو ما مطروح منها y تساوي 4. من المعادلة الثانية، هذه المعادلة الثانية اللي هي 2y تساوي 4x ناقص 8، بالقسم على 2 نقسمها على 2 نحصل على 2x سالب y تساوي 4، اللي هي حل المعادلة الأولانية عندما نقسمها على 6، ما يعني بأن الخطين المستقيمين ينطبقان على بعضهما كما في الشكل المبين أعلاه. هذا الشكل، هذه الآن كأنما خط مستقيم واحد لكنه خطان، هذا خطان منطبقان على بعضهما بعضا. المعادلة الأولى 12x سالب y تساوي 24، والمعادلة الثانية 2y تساوي 4x سالب 8. نكمل إن شاء الله، أرجو التدقيق بذلك. الحالة الثانية، يمكن للخطين المستقيمين الممثلين للمعادلتين أن يتقاطعا to intersect في نقطة واحدة، وتكون المعادلتان في هذه الحالة متسقتين، من سمى consistent، يعني معنى آخر المعلومات التي في كل معادلة لا تتضارب مع المعلومات التي في المعادلة الأخرى.
وتكون إذا متسقتين مع بعضهما بعضا ومستقلتين independent عن بعضهما بعضا أو independent of each other. ومثال على تقاطع الخطين المستقيمين الممثلين معادلتين آنيتين لنفترض وجود طبعا عفوا هذا الخطأ هنا لنفترض وجود المنظومة الآنية التالية هذه الآن y تساوي 6x سالب 10 والآن y تساوي سالب 2x سالب 2 هذه المعادلة الأولى من المنظومة وهذه المعادلة الثانية إذا المعادلة الأولى من المنظومة y تساوي 6x سالب 10 والآن المعادلة الثانية y تساوي سالب 2x سالب 2 إذا الآن y تساوي هاي الكمية y تساوي هذه الكمية ممكن أن نساوي الطرفين بالحالة هاي عند مساواتهما أي y تساوي 6x سالب 10 تساوي y اللي هي تساوي سالب 2x سالب 2 نحصل على x تساوي 1 إذا حلينا الآن هذا 6x سالب 10 يساوي سالب 2x سالب 2 بكون عندي الجواب النهائي لهذه طبعا التساوي بين الطرفين x تساوي 1 نعوض الآن بالتعويض عن x تساوي 1 في المعادلة الأولى أو الثانية نحصل على y تساوي سالب 4 وبالتالي فإن الخطين المستقيمين يتقاطعا عند زوج المرتب 1 سالب 4 كما في الشكل هذا هو الشكل الآن تقاطعوا هذا المعادلة الأولى وهذه المعادلة الثانية أو المعادلة الأولى عفوا y تساوي 6x سالب 10 والمعادلة الثانية y تساوي سالب 2x سالب 2 تقاطع يعني يتقاطع هذان الخطان المستقيمان عند هذه النقطة المكونة من زوج المرتب 1 وسالب 4 كما ذكرنا هنا الحالة الثالثة الآن يمكن للخطين المستقيمين اللذين يمثلان المعادلتين أن يتوازيا to be parallel تكون المعادلتان في هذه الحالة غير متسقتين تكون المعادلتان في هذه الحالة غير متسقتين inconsistent بمعنى آخر كل معادلة فيها معلومات تناقض الثانية إذن غير متسقتين inconsistent مع بعضهما بعضا لأنهما تعطيان معلومات متضاربة حول طبيعة المسألة تحدث ومثال على توازي الخطين المستقيمين نفرض وجود المعادلة أو المنظومة الآتية 6x سالب 4y يساوي سالب 4 والثاني 6x سالب 4 يساوي 4 لاحظوا أنه هذه الكمية تشابه هذه الكمية لكن على الطرف الأيمن سالب 4 وهنا على الطرف الأيمن موجب 4 نجد من المعادلة الأولى بأن y تساوي 3 على 2 يعني 1 ونصف x زائد 1 من المعادلة الثانية عندما نحلها يعني نجد الحل لها y تساوي 3 على 2 اللي هي 1 ونصف ضرب x سالب 1 ما يعني الآن وبالتالي يتوازى الخطان المستقيمان الممثلان للمعادلتين كما في الشكل مبين هنا أعلى هذا الآن المعادلة الأولى 6x سالب 4 يساوي سالب 4y تساوي 4 كما في الأولى هنا والمعادلة الثانية هذا الخط المستقيم الذي يمثلها اللي هو 6x سالب 4y تساوي 4 اللي هي هذه نعم هاي الأولى عفوا هاي الأولى هذه الأولى اللي هي سالب 4 وهذه الثانية لم أنتبه الإشارة هذه اللي فيها بيكون على الطرف الأيمن موجب 4 وبالتالي تقاطع هنا زوج مرتب هنا عندي ثلثين وصفر هنا عندي صفر وسالب 1 هنا الآن صفر وواحد هنا سالب 2 على 3 وصفر وطبعا يعني بين على أن المعلومات متناقضة لأن الكميتين هنا متشابهات على الطرف الأيسر لكن على الطرف الأيمن متناقضة على طرفي نقيض الحالة الرابعة يمكن للخطين المستقيمين اللذين يمثلان المعادلتين الآنيتين أن يتعامدا to be perpendicular إذا كانت المعادلتان متسقتين ومستقلتين وحاصل ضرب ميليهما مساويا لسالب واحد إذن متى يحدث التعامد perpendicular state إذا كانت المعادلتان متسقتين ومستقلتين وحاصل ضرب ميليهما مساويا لواحد صحيح سالب ومثال على تعامد الخطين المستقيمين لنفترض وجود المنظومة الآنية التالية الآن y تساوي سالب 2x زائد 7 هذه المعادلة الأولى من المنظومة
والمعادلة الثانية من المنظومة y تساوي نصف x سالب 3. الآن بنلاحظ أنه هذا ميل المعادلة الأولى والخط المستقيم سالب 2، هنا ميل هذه الخط المستقيم أو هذه الدالة نصف، فإذا ضربنا سالب 2 في نصف بيكون النتيجة سالب 1، حيث أنها أؤكد أن حاصل ضرب ميلي المعادلتين، الميل الأول اللي هو M1 ضرب M الثاني، الميل الثاني يساوي سالب 1، فعلا سالب 2 مضروب في نصف يساوي سالب 1، أي أن سالب 2 مضروب في سالب نصف يساوي سالب 1، فإن الخطين متعامدان كما في الشكل. وأنا هذا الآن هاي المعادلة الأولى أو الثانية عفوا، y تساوي نصف x سالب 3، المعادلة الأولى y تساوي سالب 2 x زائد 7، بلتقوا في هذه النقطة، وبالتالي هذه نقطة التعامد، هذه بتقول إن هذه النقطة نقطة التعامد اللي هي زاوية قائمة، فبكون يحصل التعامد والتقاطع عند الزوج المرتب أفقي 4 وعمودي سالب 1. مثال معادلة الطلب والعرض، نفترض وجود المنظومة الآنية الآتية للطلب والعرض، معادلة الطلب P تساوي 80 سالب Q، 80 ناقص Q، ومعادلة العرض P تساوي 20 زائد 2 Q، هذا السعر P وهي الكمية Q، السعر هنا للطلب فالإشارة سالبة والعلاقة عكسية بين الكميات المطلوبة والسعر، في حين أن العرض العلاقة موجبة أو طردية مباشرة بين السعر والكميات المعروضة. الآن عند نقطة التوازن تكون الكميات المطلوبة مساوية للكميات المعروضة، وبالتالي فإن الآن إذا خلينا الطرف الأيمن 80 ناقص Q يساوي الطرف الأيمن هنا 20 زائد 2 Q، بيعطيني بالجواب النهائي النقطة التوازنية Q اللي هي الكمية التوازنية يساوي 20 والسعر التوازني يساوي 60. بمعنى آخر الآن هذا منحنى الطلب، هذا منحنى العرض، بتقاطعوا نقطة التوازن هنا، بتقول لي إنه الكميات المطلوبة والمعروضة اللي هي التوازن يساوي 20 مقابل السعر التوازني يساوي 60. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، لا تنسوا الاشتراك معنا في القناة والضغط على جرس تلقي نبأ نشر مقاطع على القناة notification من أجل تعميم المعرفة باللغة العربية لغة القرآن الجميلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى.